السلام عليكم. كنشكركم على حضوركم، ومن خلالكم كنشكروا الناس ديال المسؤولين ديال دار الشباب، الله يجزيهم بخير، مشكورين اللي فتحوا لنا الباب ديال دار الشباب بالجمع الاجتماع. وكنشكروا من خلالكم ايضا السيد القائد ديال المقاطعه ديال عين هارون والسلطات المحليه، وكنشكروا الناس ديال الامن في شخص السيد رئيس المنطقه والناس ديال الامن. دار انشطتها تعقيد جمعيه الوفاء اجتماعا طارئا نظرا للمستجدات التي طرات والتي ستمس بشريحه مهمه من المنضويين تحت لواء جمعيتنا، خاصه منهم الكتاب والتجار، كما سنقوم بتنسيق مع باقي الجمعيات الوطنيه لمراسله الجهات المسؤوله لإيجاد حل توافقي في إطار دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات. ونحيطكم علما أننا لم نجتمع للتحريض ضد القوانين، وإنما لإيجاد حل توافقي من شأن إشراك مهني القطاع فيما يخص كتابة عقود البيع باعتبارها مورد رزق بالنسبة لفئة مهمة من المهنيين، كما سنطالب بتوحيد القوانين فيما يخص حجز الدراجات النارية تحت طائلة المعيار أو عدم جواز الوثائق خاصة بالنسبة للدراجات النارية المستوردة، إذ كيف يتم حجز دراجة دخلت بصفة قانونية عبر الجمارك؟ إننا وكجمعية سنراسل الجهات المختصة لتقنين القطاع ولرفع الضرر المترتب عن ازدواجية القانون، إذ كيف يعقل أن تحجز دراجة نارية وتباع في المزاد ليستغلها شخص آخر بوثائق غير قانونية أصلاً؟ ونحن رهن إشارة المسؤولين للتنسيق من أجل إحداث دورات تكوينية للكتاب من أجل مسايرة تحديد القوانين. والسلام. هذا ما خرجتي انت مشيت عند مراكشي ولا اكس اللي عنده لاجونس، عطاني الكارت كريز. ديك الكارت كريز كانت ديال انا ديك سميت، الا كانت تهضر معك دابا من 50 50 ماشي 120 تقول جهه. الا كانت 50 تتقد ديك الكارت كريز اللي كيعطيك مول المغازا، كتمشي عند مول هادشي اللي قايلين هما، تتمشي عند لا فيزيت، تمشي مول لا فيزيت كيعطيوك سميتو، كيعطيوك واحد الشهاده ملكيه، ملكيه واحده اخرى، بغيتي نقول لك واش نقول لك، مي كيعطيوك الملكيه كيخرجوا لك واحد الملكه، الملكه كتبقى دائما مع الدراجه. هاكا كريس. هاكا كريس. لو مومون فاش تبغي تبيع كتجي تتبيع في السوق ولا تتبيع على برا كتقول لكم اش يقولوا، تتمشي تدير مع لانه ما عرفش هو، كتمشي تدير مع ذاك الشخص غير ورقه تصحيح الامضاء. انا تنقول لك ربما ذاك السيد اللي تيدير مع تصحيح الامضاء ماشي هو. او سرقه. ولا سرقه. سرقه الموتور. هذا حنا لا بالعكس ملي كيجي راه كتقرض لاكارت ناسيونال ديالو وكتفيريفي معاه وكتكتب. هذا هو الباب بين القصيد اللي حنا عندنا مشكل فيه. بالنسبه لبيع الشراي عنده مشكل، الا جاب حدا دار القضيه هذيك ومشى دار 80 درهم خصو يكون 80 درهم لا فيزيت، الا شريتي كل موتور درتي فيه لا فيزيت 70 درهم شحال تربح على الموتور؟ حتى ما كاينينش هما، حتى ما كاينينش، هادشي اللي تنقول حنا بحال دابا، ولا فيزيت كيما قلت لك كتمشي ديما العشيه، هما عندهم بزاف، حنا غنكسب بالعربية غنكسب زامل، غنكسب الكتاب، غادي يهربوا التاجر، بالنسبة للمستعمل الدراجة حتى هو كيتقصع، وهذا هو اللي القصيد حنا باش نهضروا عليه. كيف يعقل على أنه الدراجة هذا بس تيشرى من عند فاكاسي ولا شي حاجه وتيدير الورقه ديالو كيقادا وكيتالي كيتخبطوا ديك الدراجه وكتحجز تتقبض في الفوريان وكتباع بالمزاد العالي وتولي تيشريها واحد اخر. هذا نفسرها كيف يعقل على كتباع كيفاش ولات بالقانون؟ في الاول كانت بلا قانون دابا ولات بالقانون. حنا باش نختموا هذا الشيء الله يجزيكم بخير، من هذا المنبر كنشكروا السيد الوالي ديال الامن السي سنوني الله يجزيه بخير، مشكور اللي فتح لنا الابواب، او مدير الديوان، او السيد النائب ديالو السيد الغلوضي، او السي السلاوي، او السي بوحباش،
ورؤساء المناطق بربعه، سي شقرون، سي المخفي، سي الوالدي، سي عادل، مشكورين من هذا المنبر لان فاتحين حسني الله يجزيه بخير توا فتح لنا الابواب ديالو، والسلطات المحليه بشخص السيد الوالي ديال الجهه السيد الدردوري مشكور حتى هو لحقاش راه فتح لنا الابواب ديالو، والسلطات المحليه بشخص السيد القائد السي عبد الرحمن اللي حتى هو الله يجزيه بخير راه ما كيبخلش علينا دائما في اي حاجه مشينا عنده راه ما كيبخلش علينا. وكنشكروا من هذا المنبر الناس المسؤولين على دار الشباب مبروكه اللي راهم فاتحين الابواب ديالهم فوق اي وقت كيقول لك بغيتوا ديروا اجتماع ولا شي حاجه مرحبا. لحقاش كانت الحاله هذه كانت عندنا اكراهات، كنبغيو غير في المقر ما لقيناش، ولكن هاد الناس الله يجزيهم بخير راهم مشكورين، وكان الحمد لله نشكروا على هاد النعمه اللي عطانا الله تعالى، وحنا ان شاء الله غنكونوا عند حسن الظن ديالكم الا تعاونتوا معنا ان شاء الله.